السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه والتزم سنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر صفر من عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم إلى الفقه في الدين وتعليم التأويل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، ويذكر الله جل وعلا الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا والآخرة. وقفنا في الدرس الماضي حول تفسير سورة الحديد، وقبل أن نبدأ بها ذكرنا شيئا من التمهيد في هذه السورة المباركة من سور القرآن العظيم. واليوم نذكر بعض المسائل المتعلقة بسورة الحديد، ومنها: هل هذه السورة، سورة الحديد، مكية أو مدنية؟ اختلف المفسرون في هذه المسألة على قولين مشهورين قويين، يعني الخلاف فيها كان قويا بين المفسرين، حتى ذكر بعض أهل العلم من المفسرين أنه لم يختلف في سورة هل هي مكية أو مدنية كما اختلف في سورة الحديد. والقولان في هذه المسألة هما: القول الأول أن سورة الحديد سورة مدنية، يعني نزلت في المدينة أو نزلت بعد الهجرة، وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين على أن سورة الحديد مدنية، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير، وبه قال الحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة ومقاتل. قال القرطبي رحمه الله: مدنية في قول الجميع. وشذ في ذلك أبو المظفر السمعاني، فعزى القول بأنها مدنية إلى بعض المفسرين، وإذا قيل البعض معناها أنهم أقل من الجمهور. إذن القول الأول أنها مدنية، وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين، وهو اختيار ابن قتيبة الدينوري والزجاج والنيسابوري والبغوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن جزي الكلبي والخازن والحافظ ابن كثير والعلامة الشيخ السعدي رحمه الله، وهو مؤلف الكتاب
الذي يدور الدرس حوله والقاسم، حيث قال رحمه الله: ونظم آياتها وما تشير إليه يؤيده قطعا، يعني يؤيد أنها مدنية. الأدلة، دائما إذا جاءت الأقوال تأتي الأدلة حتى تبين قوة هذا القول. الدليل الأول استقراء موضوعات السورة والنظر في آياتها. سورة الحديد بدأت بالعقيدة: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ومرت الآيات: هو الأول والآخر والباطن والظاهر، توحيد الأسماء والصفات، وهكذا في التسع الآيات الأولى. أما بقية الآيات من قرابة 50 آية كلها في الإنفاق، في الجهاد، في الحديث عن المنافقين، في الحديث عن الرسالة والرسل، في الحديث عن لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الكوكبة من الآيات كلها تتعلق بالتشريع بالقرآن المدني، ولهذا ذهب الجمهور إلى أنها مدنية. من الأدلة أيضا الدليل الثاني على أن سورة الحديد مدنية ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نزلت، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال أنس رضي الله عنه: نزلت بعد 17 سنة من نزول القرآن. 17 سنة يدل على أنها مدنية، لأن العهد المكي كان في 13 سنة، ثم بعد ذلك نزل القرآن 10 سنوات في المدينة. فإذا كان 17 سنة في قول أنس، وقول الجمهور على أن القرآن المكي كان في 13 سنة في مكة، مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته إلى المدينة، لأن 13 سنة والقرآن ينزل في تأكيد العقيدة في نفوس المسلمين. 17 سنة يعني 4 سنوات هذه كلها كانت في المدينة، فدل على أن هذه السورة مدنية. أظن هذا واضح. طيب، يشكل عليه على حديث أنس حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند مسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا ونزول ومعاتبة الله لنا في قوله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما كان بيننا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. هذا يؤكد أنها نزلت أين؟ في مكة، لأنها نزلت في محيط 13 سنة. وأيهما أقوى، حديث أنس أم حديث ابن مسعود؟ حديث ابن مسعود الواقع أنه أقوى. ليه؟ لأن ابن مسعود أصح سندا أولا، لأنه عند مسلم، وحديث أنس عند ابن مردويه، ومسلم كل روايته على الصحيح، وابن مردويه ليس الأمر عنده كذلك. وكلام ابن مسعود يرجح على ما روي عن أنس
لأن ابن مسعود أقدم إسلام، أقدم إسلاماً من أنس، وأعلم من أنس بنزول القرآن. أنس رضي الله عنه شرف بالخدمة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن في العلم بالقرآن ابن مسعود أقوى، هكذا عند المفسرين. الدليل الثالث على أن سورة الحديد مدنية انعقاد الإجماع، انعقاد الإجماع على أن سورة الحديد مدنية. حكى الإجماع من؟ حكى الإجماع النقاش من المفسرين وغيره، أن ذلك إجماع المفسرين. وهنا وقفة حقيقة عند مناقشة دعوى الإجماع. أولاً، الإجماع قضية عظيمة، من الصعوبة أن يدعى الإجماع في مسألة من المسائل إلا والاستقراء فيه تام، بأن يعرف فعلاً ناقل الإجماع وحاكيه ويستقرئ ويتتبع أقوال العلماء. وهنا كيف يقول النقاش أو غيره أن المفسرين مجمعون على أنها مدنية، وفيه خلاف سيأتي الآن من قال من المفسرين أنها مكية. فكيف يحكى الإجماع؟ الإجماع دعوى قوية وعريضة وخطيرة، تحتاج إلى التثبت. ومن القواعد المقررة في مثل هذا أن من علم حجة على من لم يعلم. وهنا قد يناقش النقاش، شوف كيف حتى وافقت، يناقش النقاش لأن كل نقاش له من ينقشه، وهكذا يناقش أن هناك من أهل العلم من قال إنها مكية، فعنده زيادة علم من قال إنها مكية، فاق العلم بدعوى الإجماع لوجود خلاف. ومن القواعد أيضا أن المثبت مقدم على النافي، المثبت دائما قاعدة مقدم على النافي. ليه؟ لأن المثبت عنده زيادة علم. وهنا النقاش ينفي الخلاف ويثبت الخلاف بعض المفسرين كما سيأتينا في القول الثاني. فالمثبت مقدم على النافي لأن عنده زيادة علم. وأيضا الذي يريد الخلاف، يريد الخلافة يؤسس لعلم جديد، ومن القواعد أن التأسيس مقدم على التأكيد. التأسيس في إثبات خلاف في المسألة مقدم على تأكيد حكاية الإجماع أو غيره. فإذا هناك ثلاث قواعد مهمة جدا أو أربع. الأول أن دعوى الإجماع دعوى عظيمة تحتاج إلى تأكد، وكيف يحكى الإجماع والخلاف موجود. ولهذا بعض الناس حتى الآن في بعض المسائل العلمية تجد بعض الناس في المجالس أجمع العلماء على هذا، ما صعب. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، لأنه ما يمكن أن يجمع العالم وعلماء هذا العالم على سبيل الخصوص على مسألة ما إلا وقد تواتر الإجماع فيها. القاعدة الثانية أن المثبت مقدم على النافي، ومن حكى الخلاف عنده زيادة علم. ترى المثبت مقدم على النافي حتى في دعاوى الحقوق. لو يجي واحد يقول أنا أبي من علي 1000 ريال، ثم يجي محمد يقول لا ترى يبي منه 1500، أخذنا بقول محمد لأنه عرف 500
ما لم يعرفها غيره من الناس. فالمثبت دائما عنده زيادة علم، وليس هذا مضطردا، لأن هذه المسائل قد تكون أيضا مسائل قضائية وينظر فيها القاضي. فلو شهد اثنان على شخص بمبلغ وجاء ثالث وقال ترى فيه زيادة أيضا، فإن زيادته مقبولة عند القاضي إذا جاء بالبينة أو شهد معه من شهد. ولهذا مما يدل عليه ما بوب البخاري رحمه الله عليه في الصحيح: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا ذلك. يعني عندنا مثبتون وعندنا نافون، فالمثبت مقدم على النافي. وش قال البخاري رحمه الله؟ قال: يحكم بقول من شهد. قال الحميدي: هكذا أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. قال بلال: إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة. يثبت ولا ينفي؟ يثبت. قال الفضل: دخل الكعبة ولم يصلي. على القاعدة أيهما يؤخذ بقوله؟ بقول بلال، لأنه أثبت علما لربما خفي على غيره. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما تذكر عن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام في بيته عندها زيادة علم، لأنها ملازمة له في بيته أكثر من غيرها رضي الله تعالى عنها. إذن لا يثبت نقل الإجماع، بل ناقل الإجماع ناف للخلاف، وهذا مثبت له، والمثبت مقدم على النافي. إذن لا زالت الأدلة قوية في مدنية سورة الحديد، وهو قول جمهور أهل العلم. ودعوى النقاش الإجماع قلنا إنها منقوضة بوجود الخلاف، منقوضة حسا ومنقوضة أيضا منقوضة معنا. وقد حكى أبو القاسم المقري في كتابه الناسخ والمنسوخ أنها مما اختلف في نزولها. وقال شهاب الدين الخفاجي في كتابه عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي: قوله مدنية فيها اختلاف، ولا عبرة بقول النقاش، إنها مدنية بإجماع المفسرين. وقال الألوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني أو روح المعاني: أخرج جماعة عن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة، وقال النقاش وغيره: هي مدنية بإجماع المفسرين لا يسلم له. فقال: قد قال قوم إنها مكية. نعم الجمهور كما قال ابن الفرس على أنها مدنية. هذا ما يتعلق بالقول الأول وأدلته. القول الثاني أن سورة الحديد مكية. الدليل: أول شيء، من قال بهذا القول؟ قال به جماعة من المفسرين، منهم الكلبي، واختاره الزمخشري والرازي والنسفي والكوراني وغيرهم من المفسرين، وقال السمعاني: وهي مكية في قول الكلبي وجماعة. كيف يحكي النقاش الخلاف أو الإجماع على أنها مدنية وفيه خلاف هؤلاء العلماء، وهم أيضا من فحول علماء التفسير، مما يضعف القول بالإجماع على مدنيتها. وأيضا من أدلة مدنيتها أن ثنايا آياتها عدا الآيات التسع الأولى كلها في التشريع، في الإنفاق، في الجهاد، في الموقف من أهل الكتاب،
في حكاية الرسل، في ذكر المنافقين، وهذا كله ما كان إلا في المدينة. الترجيح، الترجيح ممكن نفصل، نجمع بين القولين. دائما إذا أمكن في الترجيح الجمع بين القولين فهو أولى من ترجيح أحدهما على الآخر. فمن أوجه الترجيح أن يقال، أو الجمع بين القولين السابقين، أن صدرها مكي وباقي آياتها مدني، أو أن فيها آيات مدنية وبعضها مكي، بل أكثر آياتها مدنية وبعض آياتها مكي. لكن عند العلماء، عند العلماء في ذكر المكي والمدني قولان، يا مكي يا مدني، وهم ينظرون للروايات في هذا ولموضوعات السورة، وهنا موضوعات السورة تؤكد أنها مدنية، وهو قول المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وابن جرير وغيره. الذين قالوا بالترجيح أيضا كوكب من المفسرين، اختاره ابن عطية صاحب المحرر الوجيز والثعالبي وابن الفرس والسيوطي والألوسي والطاهر بن عاشور وصديق حسن خان في موضع، وغيرهم من العلماء والمفسرين. ومن أدلته الجمع، أنها جمعت بين المكي والمدني في آياتها، فأغلب آياتها مدني وصدرها مكي، والعبرة بالأكثر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والجمهور على أنها مدنية، وهو الراجح، لأن فيها ذكر المنافقين وذكر أهل الكتاب، وهذا إنما نزل في المدينة. الفتاوى الجزء 17 صفحة 93. الوجه الثاني أن فيها تفصيلا، أن صدرها كما عند مسلم والنسائي في السنن الكبرى والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله ابن مسعود، من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، الحديث الذي ذكرناه ما بين نزول آية ألم يأن للذين آمنوا وإسلامنا إلا 4 سنين، وهذا يرجح أن فيها مكي وفيها أيضا مدني. والعلم عند الله تعالى، إما أن نرجح القول بالتفصيل أو أن يرجح القول بأنها مدنية. وقول ابن مسعود معارض بقول أنس وقول جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى. من الأدلة على الذين قالوا إنه مكي ما ذكرناه في الدرس الماضي من إسلام عمر، وأن قصة إسلام عمر، وإسلام عمر متقدم في مكة، أنه وجد عند أخته صحيفة فيها شيء من سورة الحديد. والجمع بين ذلك وحديث عمر، بين أنها مدنية وحديث عمر، أننا لا نختلف أن الآيات الأولى تتحدث عن العقيدة، والعقيدة إنما نزل في مكة. ومما يقوي إنها مدنية أيضا أن حتى السور المدنية لم تخلو من آيات الاعتقاد. ولهذا الذين يقولون إن كل العهد المدني تشريع يحتاج إلى تحرير، العهد المكي والمدني كله عناية بالعقيدة، لكن العهد المكي كان تركيزه على العقيدة، والعهد المدني كان تركيزه على التشريع. ولا ينافي هذا أن هناك أحيانا في العهد المكي ما قد يكون تشريعا، وفي العهد المدني الصلاة مثلا، الصلاة كانت من أول ما نزل في العهد المكي، وهكذا
من بعض أحكام التشريع، ويوجد من العقيدة ما نزل في المدينة كهذه السورة، كسورة الحديد في صدرها. وجملة القول وصفوته أنها مدنية، مع أن صدرها مكي، وأن صدرها المكي ينتهي عند قوله سبحانه وإن الله بكم لرؤوف رحيم، الآية 9 من سورة الحديد. وأيضا يشهد له ما عند مسلم. وأيضا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وسواء قلنا إن الفتح فتح مكة أو فتح صلح الحديبية، فيدل على أن فيها مكي ومدني، والعلم عند الله تعالى. نعم. ترتيب هذه السورة من حيث النزول: نزلت سورة الحديد في الرتبة 95، في 95 في ترتيب نزول السور، ليس في ترتيب القرآن، جريا على قول الجمهور رحمهم الله أنها مدنية. وأيضا مما يقوي إنها مدنية، قالوا إنها نزلت قبل سورة القتال محمد. سورة القتال بإجماع المفسرين على أنها قتال. أين القتال؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. نعم. يعني حديث ابن مسعود هو الذي قد يشكل في هذا، لكن يدفعه يعني قول جمهور المفسرين والأدلة التي ذكروها، وأن قول ابن مسعود لا ينافي كون بعضها مكي وبعضها مدني. ترتيب السورة في المصحف: سورة الحديد هي السورة 57 في ترتيب المصحف، فهي بذلك من النصف الأول ولا من الثاني؟ من النصف الأول ولا من الثاني؟ من النصف الثاني قطعا. هذه السورة، السورة 57 من سورة من ترتيب المصحف، فهي آخر النصف الأول. هل سورة الحديد من المسائل التي ذكرها المفسرون محكمة، أو فيها ما هو منسوخ؟ اتفق العلماء المفسرون أنها من المحكم، وليس فيها شيء منسوخ. والمحكم بعض أهل العلم قال إنه قسيم المنسوخ، وبعضهم قال إنه جزء من القرآن. فالقرآن 4 أقسام: مثاني وطوال ومئين ومفصل. والمفصل 3 أقسام: طوال وأوساط وقصار. فإذن سورة الحديد محكمة، ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله، وهذا أيضا رجحه الحافظ ابن حجر والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقيل لقلة المنسوخ من المفصل، المفصل المنسوخ فيه قليل، ولهذا يسمى المفصل ويسمى المحكم. وقد ذكر الزركشي رحمه الله والسيوطي الخلاف في ذلك، ورجح أنها محكمة كترجيح الحافظ ابن حجر واختيار الشيخ السعدي، الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الناسخ والمنسوخ: وليس في سورة الحديد ناسخ ولا منسوخ، فيدل على أنها محكمة، ويدل على أنها ليست منسوخة،
ويدل أيضا على أنها من المفصل. من أين يبدأ المفصل؟ المفصل اختلف المفسرون من أين يبدأ، على أقسامه الثلاثة: الطوال والأوساط والقصار. فقد قال بعضهم إن المفصل يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف، وهو أصح الأقوال، وقيل من الحجرات، وقيل غير ذلك، من سورة قاف إلى سورة النبأ. أين سورة الحديد؟ أقرب إلى قاف، فيدل على أنها من طوال المفصل. ولهذا يسن الإمام في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال المفصل. أوساط المفصل من أين يبدأ؟ من سورة النبأ إلى الضحى، وهذه سنة أن يقرأ الإمام فيها بصلاة الظهر، صلاة العصر، وصلاة العشاء. قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس، وهذه يسن للإمام أن يقرأها في صلاة المغرب، وهو ما ذكره الحنابلة رحمهم الله، ورجحه السيوطي والشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى. ولا ينافي هذا أن الإمام قد يقرأ في المغرب أحيانا من الطوال، ولهذا النبي قرأ في الأعراف، قرأ بالطور، قرأ بالمرسلات في المغرب، وهكذا يغير الإمام، وقرأ بالفجر بالزلزلة وهكذا. فلا بأس، لأن المراد في الصلوات الجهرية التذكير بالقرآن، فلا يستمر على نسق معين. عدد حروفها وكلماتها، عدد كلمات سورة الحديد، يلا، من الألف ولا من الخمسمية ولا من المية وأقل؟ عدد الكلمات في سورة الحديد، ما هي الأحرف؟ الكلمات في سورة الحديد 544 كلمة. هذا بس من باب اللطائف والأشياء اللي تحضر لكم بدون أن تتعبوا، ولا ما يترتب عليه. وإن كان الحمد لله في قراءة هذه الكلمات والأحرف عداد الحسنات. والآيات فيها قيل إنها 28 آية، 28 آية في عد أهل مكة والمدينة والشام، وقيل 29 آية وذلك في عد أهل البصرة والكوفة. وهذا أيضا يأتي الخلاف فيه من باب الفواصل في الآي، فمن وقف على من قبله العذاب على أنها نهاية آية، ومنهم من قال على قوله وآتيناه الإنجيل أنها آية، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. هذا ما يتعلق ويسمح به الوقت في التمهيد على سورة الحديد. طيب، هل سورة الحديد مكية ولا مدنية؟ مدنية على القول الصحيح، والذي لازم تقول اختلف المفسرون، والصواب الذي عليه جمهور المفسرين أنها مدنية. هل هي محكمة ولا منسوخة؟ محكمة، وليس فيها هل هي من المفصل ولا من الطوال، من المفصل، من طوال المفصل أو أوساطه أو قصاره، من طواله. الحديث ذكر الحافظ في كتاب عمدة الأحكام حديث جابر، حديث الثالث في مواقيت الصلاة، قال جابر بن عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. كان يصلي الظهر. مر علينا في مسألة، إذا قلنا كان، إذا قال الصحابي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل،
فهل هو دليل على الاستمرار أو لا؟ هو في الواقع دليل على الاستمرار في الغالب، في الغالب، وإلا مثل كان النبي يصلي الفجر بغلس، وجاءنا رواية كان يصلي الفجر إذا أسفر، وقد جمعنا بينهما في حينه أنه لا ينافي أن يكون أكثر حاله التغليس وأحيانا يصلي بالإسفار. فقول جابر رضي الله عنه كان يصلي الظهر بالهاجرة دليل على أن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة، يعني شدة الشمس. الظهر، الظهر ما معنى صلاة الظهر أو الظهر؟ الظهر تلاحظون أنه من الظهور، من الظهور، والظهور معناه هنا ظهور الشمس في شدتها، أكثر ما تكون الشمس ظاهرة متى؟ المغرب ولا العشاء؟ الظهر، الظهر الشمس مركز حتى تكون أحيانا عمودية، واشتداد الحر وقرب الشمس يكون في صلاة الظهر، وهو وقت الزوال. الظهر ساعة زوال الشمس، أي من اشتدادها إلى بدأت الآن بتنزل للعصر والغروب، والظهر يعني ساعة الظهر. كان يصلي الظهر يعني ساعة الظهر، وحينما يحين وقت الظهر، ولهذا يجوز فيها التأنيث والتذكير، حان الظهر يعني وقت الظهر، وحانت الظهر يعني صلاة الظهر. والمراد بالظهر، هل ورد الظهر في القرآن؟ يلا حفظة القرآن، نعم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال أهل العلم حين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا صلاة العشي اللي هي تبدأ من العصر والباقي كله في العشي، لأن الوقتان صلاة غداة وصلاة عشي. الغداة منها الفجر والظهر، وبعضهم ذكر منها العصر، والعشي العصر أقرب إلى العشي لأنها أقرب إلى المغرب والعشاء، وفيه خلاف ليس هذا مجال بسطه. وحين تظهرون يعني صلاة الظهر، فإذا صلاة الظهر قد وردت في القرآن، والمراد بالتسبيح هنا الصلاة، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس صلاة إيش؟ ها؟ الفجر، وقبل غروبها صلاة المغرب وما قبله. ظهر الشيء ظهورا، أصله أن يحصل الشيء في قمة ظهوره وبروزه فلا يخفى، ما يمكن أحد بيخفى عليه يعني النظر، يمكن في المغرب في الفجر يمكن، لكن في الظهر الشمس قوية، إلا عاد اللي عنده في عينيه شيء. نعم، أي أن يحصل الشيء على ظهر الأرض، على ظهر الأرض فلا يخفى، لا يخفى، لكن مثلا الفجر قد يخفى، المغرب العشاء قد يخفى. ولهذا في صلاة أنا بعطيكم إياها يعني مسابقة، اسمها صلاة البصر. ما هي صلاة البصر؟ عدوا لها في الدرس القادم نبي نتحدث عنها إن شاء الله. صلاة البصر، البصر ما هي؟ وذكر خلاف المحدثين والفقهاء فيها، ما المراد بصلاة البصر؟
أظن هذه يمكن مسألة جديدة عند كثير منا. وصلاة العصرين ما هما؟ صلاة العصرين ما هما أيضا؟ وقد اختلف فيهما أهل العلم، لكن حضرها. إذن هذا ما يتعلق بصلاة الظهر. سمي الظهر لظهوره، إما ظهور الوقت بين وقت الفجر ووقت المغرب العشي، وإما لظهور الشيء في وقتها، فلا يخفى الشيء مثل ما يخفى في صلاة الفجر مثلا أو صلاة المغرب. لما سميت صلاة الظهر ظهرا؟ قلنا فيما سبق ونؤكد الآن، وهناك يعني ثلاثة أقوال أو أوجه لماذا سميت صلاة الظهر بالظهر. القول الأول أنها لأنها تفعل وقت الظهيرة، قال تعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني وقت الظهر بعد صلاة الظهر. والظهيرة، الظهيرة أيضا الهاجرة، شدة الحر وشدة الشمس، أحيانا يلصق الثوب بالظهر من شدة الحر والرطوبة. وعلى هذا القول يكون الظهر مأخوذ من وقت الظهيرة وهي شدة الحر. ولهذا جاء في الحديث: إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني صلوا الصلاة بعد شدة الحر، أخروها إلى وقت البراد. الله، يعني هذا يمكن قبل وجود الحمد لله المكيفات الآن في المساجد وفي البيوت، نحمد الله على نعم. قول الثاني: سميت صلاة الظهر ظهرا لأنها ظاهرة وسط النهار بين الفجر وبين العصر والمغرب، وهذا قول الفيروز آبادي وهو من علماء اللغة. وصلاة الظهر لكونها في أظهر الأوقات، يعني أبينها وأوضحها. وعلى هذا القول يكون الظهر مأخوذ من الظهيرة ولا من الظهور؟ من الظهور وليس من الظهيرة. القول الثالث: لأن صلاة الظهر أول صلاة ظهرت في الإسلام، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به جبريل يعلمه الصلاة ويبين له أوقاتها وقال له الصلاة بين هذين الوقتين، صلى به صلاة الظهر. ولهذا يسمونها الصلاة الأولى بعد تعليم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة أوجه في تسمية صلاة الظهر: وقت الظهيرة، ظاهرة وسط النهار، من الظهور. أول صلاة ظهرت في الإسلام صلاها جبريل بعد المعراج، لما نزل النبي من المعراج، من الإسراء والمعراج، أتاه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر أول ما صلى به، فلهذا كانت تسمى الصلاة الأولى. قال جابر بن عبد الله: صلى الظهر بالهاجرة. ما الهاجرة؟ الهاجرة أول شيء الباء هنا، هل هي سببية ولا ظرفية ولا ولا غير ذلك؟ سببية يعني وجدت لسبب، صلى الظهر بسبب مثلا إنه، أو صلى الظهر ظرفية، الباء للظرفية، في ظرف ووقت الظهيرة. قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. الباء هنا بمعنى وفي، الباء بمعنى في، يعني تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم في الليل، فالباء ظرفية وهي هنا ظرفية. الباء
في قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة الباء للظرفية، الوقت الظرف. والهاجرة لها معنيان، إما الهاجرة من شدة الحر بعد الزوال، وأن الشمس من بعد هذا الوقت تهاجر إلى الغروب كما فسرها المصنف رحمه الله، لأن الشمس أشد حرارة بعد الزوال، ومنها يبدأ نزول الحرارة. ولهذا اللي يقيسون درجات الحرارة يقيسونها الظهر، وأوقات البرودة إما قبل الزوال أو في الليل. والمعنى الثاني في الهاجرة أنها نصف النهار، نصف النهار يسمى الهاجرة لأن الشمس تهاجر فيه إلى الغروب، وقد يجمع بينهما فيقال الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. أنتم يا أهل الحرم متى شدة الحر للي بيطوفون؟ يمكن الساعة 2 أو 3، ثم عاد يبدأ من وقت العصر أو قبل ذلك يمكن على حسب الشتاء والصيف. قال ابن فارس رحمه الله: والهجر والهجير والهجير والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. وقال ابن سيدة في المحكم: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر. وكما قلنا لا خلاف بينهما، لا تعارض، نجمع إن الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر، والمراد نصف النهار بعد الزوال واشتداد الحر. لما سميت الهاجرة بالهاجرة؟ لما سميت؟ لأمرين: إما إن الشمس بعدها تهاجر تبدأ في الهجرة إلى الغروب، أو لأن الناس يهجرون أعمالهم من شدة الحر. تجد الناس اليوم مثلا بالذات في أوقات الحر ما يصدق يصلي الظهر بس ويذهب إلى بيته، ما له حتى نفس مع الحر أنه يقابل أحد، أو إذن لانصراف الناس يهجرون الناس الأعمال إلى الذهاب إلى بيوتهم لشدة الحر، يتركون التصرف، يقبلون على بيوتهم، فكأنهم هجروا الاجتماع والمخالطة والأعمال ويأوون إلى بيوتهم. ومن أسماء الهاجرة الناس هجرت، أو هجرها الناس، أو هاجرت الشمس، يقال هجر النهار، أو أتينا أهلنا مهجرين. متى؟ أتينا أهلنا مهجرين، وأتينا أهلنا مظهرين، وأتينا أهلنا مؤصلين. يلا هذه رحابة اللغة، مظهرين يعني وقت الظهر، مؤصلين وقت الأصيل، مهجرين وقت الهاجرة. ونحن في الدرس الحين مهجرين ولا مؤصلين ولا معشين؟ ها بس ما احنا معشين. نعم. أسماء صلاة الظهر، أسماء صلاة الظهر، صلاة الظهر لها 4 أسماء. أولا الظهر، هذا معروف، والناس اليوم ما يعرفون يمكن منها إلا صلاة الظهر. لو تقول للناس هيا نذهب إلى الصلاة الأولى، ولهذا أنتم غيروا مع أسركم وأبنائكم ومن معكم في العمل، الصلاة الأولى اللي هي صلاة الظهر. الظهر قال لقول جابر رضي الله عنه كان يصلي الظهر، فقال جابر والصحابة من أعلم الناس باللغة وبالشرع، وقولهم حجة في التسمية. ومن أسمائها الهاجرة كما قلنا، ومن أسمائها صلاة الهجير،
أيضا عند اشتداد الحر. وصلاة الأولى عدها يا حبيب تفضل. الظهر، الهاجرة الأولى، الهجير، أي نعم، هذه أسماء صلاة الظهر. نقف عند هذا الوقت، لا بس يهمنا الفائدة. كان يصلي الظهر بالهاجرة، وش استفاد منه؟ ما هو الحكم الفقهي؟ ما هو الحكم الفقهي؟ بيان وقت صلاة الظهر، هذا حكم. وحكم آخر استفاد من هذا الحديث بيان أفضل الأوقات لصلاة الظهر، لأنه الأجر على قدر المشقة أيضا وعلى قدر التعب وبقدر ما يصيب الإنسان من الحر والشمس فهو مأجور. لأن صلاة الظهر تبدأ مثلا من الزوال، تبدأ من الزوال، ولهذا إذا حان الزوال جاءت صلاة الظهر. الأيام ذي يمكن 12 و يعني ودقائق، إلى متى؟ هذا أول وقتها وهو أفضله. لاحظ قاعدة أن الأفضلية في الصلوات في أوائل أوقاتها لأن فيها المسابقة والمسارعة، إلا ما خصه الدليل كصلاة العشاء أحيانا وفي الجماعة والراتبة وفي المساجد. ما يقول واحد بأخرها أنا، لكن لو قدر أنه سافر فيسن أن يصليها في آخر وقتها. ولها أيضا وسط الوقت، يمكن حدود الساعة الواحدة، الواحدة هو النصف، ولها آخر الوقت اللي هو من ثنتين إلى قرب صلاة العصر، على تفصيل سنذكره إن شاء الله. فإذا أفضل الأوقات كما ذكر جابر بن عبد الله كان يصلي الظهر بالهاجرة أو بالهجير، والهجير كما قلنا اشتداد الشمس مع اشتداد الحر مع أيضا هجر الشمس أو مسيرها إلى الغروب. هذا ما يتعلق بوقت صلاة الظهر وأسمائها وأوقاتها وأفضليتها والأحكام الفقهية المتعلقة فيها. وسيأتينا أيضا الأفضلية في الإبراد على قول بعض الفقهاء رحمهم الله. والآن أوقات الصلوات ضبطت بالتوقيت المحلي والغروبي وزوال الشمس وأيضا النظامي. يقول واحد والله مثلا الناس تصلي الظهر وهو يجلس في الأسواق وتجي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول لا والله أنا أريد، يكون فقيها في بعض المسائل ويقول ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها، وهكذا من الأمور التي قد يحتج بها بعض الناس وهي لا حجة لهم فيها. أو في عمله، في عمله مثلا الناس يصلون في المصلى في مثلا في الجهاز أو في المساجد وهو يجلس على مكتبه مثلا وكذا ويقول والله أنا أصلي الوقت. لا، هذه وقت مضبوط الآن بجماعة وبالمساجد ولا خلاف في وجوب التزامها، وأن الخلاف عنها شذوذ عن جماعة المسلمين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأصلح أحوال المسلمين، وجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.